الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. حرمت وحى الحارنتي عليكم كركين وحى اللغة حارنتي الميتة ميتة وعليك حارنتي ونافك اسكت انت اسمه اللغورعين وحى اللغة سمينين نافك اسي وعليك حارنتي والدم ديقن وعليك حارنتي ديق نافكم أكيسا أكد كشب مايو نافك مركز لقو رعيي ديق كشب مايو ديق هاس إنا عبتان أما إنت حركة جسان وإنك جسان عون تكر لغتان وحيا على سوك الحاران وي ديق وحاران إلهي وحاران تيي حوالها لقو رعا هيلب كودو وحي كوهري ومعفي وحي هيلب كوهري لما شايا لكن ديق اللي تهدنا يوحي لداك سوابعي مركز لقو رعا إنت ويل أولك تذآتي رادت وحبان كود ويني أموان عبدنا كدي كدي ذا شيء دين تما أقول هنا ترى وان حركة جسنا يا ميل بندقنا يا مركز دمان عنا يا دين تما أقول تاسو أكل ما أقول دش وقت كذا راتو كرتوا وين مجلس وقت كذا غير دش هذا كم مرة مريت مشكلة ما لكن إن لعبه أم أنت اللي قد دكتو وحارة حرمت عليكم الميتة والدم والعمل خنزيري خنزير كهيل بكيسني والذين كحارة أنتي هيلب كأم بالغص وقاعد على كل جسم وضع حاران أسفل وما شيء بالحاران تي وهيلا دوق كر لا قاد به شيء دوق كر لا قاد لغير الله إلا غير كده دوق كر لا قاد الوجو رعي وما شيء وهيلا بمعنى دوق كر لا قاد معنى المرك الوجو رعي لغير الله إلا غير كده دوق كر لا قاد به ما غبا يعني مثلا مرك الوجو رعي يعني بسم الله والعزة إلهي لا تجاه مجلسك الوجو رعي ما أركيسا ساسا تري وحن كوجو رعي مقع فلان فلان إلهي غيرك مقعيسا كوجو رعي وعوضونها هذا سنم هدو يهي هدو ملك يهي هدو جن يهي هدو إنسي يهي إلهي غيرك مقعيسا كوجو رعي كاسن والذين كحارنتي ولو أدقو رعي بس ربطنا وعام حي كاس دباتك لما لا عقيد ذو وحيا لي حولها أن إلهي بأبوري كاسو إلهي قعنت كاسو قشي مير بني آدم جوغ ما ملك لم جوغا إسراكم ما نفع سنعي بيها إلهي بيعبان داق إلهي بحيي عنان كل كاسي أدوكو انتفاعيسا كل كماها إستمر كاسي إن إلهي غيركي أد مقعيسكو حلاشو تتما إلهي جي سداكو سمي أو إيغو سمي مقعيسكو حلاشو حد أد ملك الأولي حشد وحد وحياشي عقيد دا وحياشي عقيد دا لبتضيش كل كواح حاران بيحي إلهي غيركي مقعيسكو قورا والمنخنقة تي مرقتي يلا ذيك حارنتي مي مرقتي قفوا من مرجية أمسية ذيك الوبا ميل كود عضو ميل بيكون مرقتي تاس أوساشة كود نماتي تاس أنه والي ذيك حارنتي والموقودة تي لقراعية لطمي أوساشة وفت لوبها يكود نماتي تاس أنه والي ذيك حارنتي لما قورعين قلبا لو سوقاتي أما دقع سيدة قبت لوبها يكود نماتي تاس أنه والي ذيك حارنتي والمتردية تي شلوتين والذين كحارنتي ميل كريكا سو شلوتي أو بور كل كاشي كود نمتي أما عيل بيكو شلوتي أو هوس أو قد عري كل كاشي كود نمتي تاسن والذين كحارنتي والنقيحة تي لهرديين والذين كحارنتي مدبا نفك لا هرديي ساتي كود نمتي نفبا هرديي لأبا ماثي مثلا ديبا قيسو كود نفتي أما وحبا هرديي أدو هردين تي كود نمتي wixii la hirdiye oo saaqo dhanteen waa idinka xaarantay wama sheeba idinka xaarantay akala oo cunay asabu dugaag oo cunay dugaag libaax ama shabeel waxyaalahaas waxay disheen waa idinka xaarantay intaas waa idinka xaarantay illa ma shee ma ha dakeetum ad guuracdeen shan tan dambe u noqonaysa tan mirgati kooda ee tan la garaacay oo la tumay labada ee tan shalwatay saddexda إيتان الهردية أفرده إيتان دغاقو عن شنتاس شنتاسي وحاران إلا إنا نولكو قادان ودقو رعضان معي حدا نولكو قادان ودقو رعضان وإذن وين مرقتي إذن نفتو لك بحين بدقاد كل كاسي دقو رعضي واكو حلال وعلى قراعي وعلى تومي إذن نفتك بحين بدقو برت اللقاد واكو حلال وين شلوتي ميل بكسور دعادي إنت نفتك بحين بدقو رعضي واكو حلال تيل هردي وابستي نفط ملك ما بحين واد جو بعد واقو حلا دواق باع عني دعوة الدواعري بقى عن تي أما الشوال اللي بحى يوم وراء واحد بقى عني نفط كوجاد
waad gowracday waa kuu xalaal haddaad nafta ku gaadhaan shantaasi ood gowracdaan waa idiin xalaal haddii kale ay sidaa ku dhintaan xalaal ma aha wamaa shay baa laydinka xaarantay dubixaa la gowracay calaa nusubi waxyaalaha calaamooyinka ahaa la oogay korkooda lagu gowracay waxaa jirta maalan kii hor wacayd ma ugula liqayr illaahi bihi adigoo halkaa iska jooga oo meeshaada iska jooga oo sanam iyo meelaha aana tegay iyoaad ilaahay keyrkii magaciisa ku gowracday waa xaaraan neefkii waad qaaday nusubta waxaa la yidhaahdaa nimankaas mushrikiinta waxay lahaan jireen asnaamta caabuda asnaamta agteeda waxaa jira waxyaala dhagax iyo meelo la dhegdhegay oo calaamo ahoo wixii loo soo hidiyaa lagu gowraca ninkii neefka soo hidiyeeyu meesha soo ku gowraca dhagax meel loo dhegay baa jirta oo ah sanam hebel ma arkaysa agtiisa dhagaxyadaasa yaalla ama geedaa meel la dhigay waxay calaamo u tahay oo lagu garanayaa ninkii wax soo hidiyeeyu gowracay meesha ku gowraca ama reerkii baa meel degay waxaa jirta sanamkii hebel la oran jiray calaamooyin wax lagu gowraca iyuu lahaan jiray calaamooyinkaas majkuurihii agtiisa ku samaysay oo sanamkaasa leh lagu yaqaano kolkaasaad meeshii naafkii geysay haddiiba aad geysayba meeshaas calaamooyinka asnaamta wax lagu gowraci jiray haddaad geysid walow bismi illahi raxmaan raxiimna aad tidhaahdo waa xaaraan walow bismi illahi na dheh tii horen waxaad ahayd magaca ilaahay keyrkii baad ku gowracday bismi illaahi walcuzaa baad tanna waa maxay waad qaaday neefkiyo meelihii asnaamta lagu gowrac jiray lagu yaqiinay baad geysay waa xaaraan walow bismi illahi na aad tidhaahdis walow bismi illaahi na aad tidhaahdis labadaasba waa xaaraan kolku wamaa dubixi cala nusubi macnihii faa'iideynayso wa macnihii wamaa uhila liqayrillahi bihi lagu gartay macno aanan ahayn labadaba xaaraan wey laakiin haddaanad magaca ilaahay keyrkii aanad ku xusin meeshaa nusubta ena aanad geynin oo bismi illaahi aad tidhaahdaa waa ku xalaal taasaa lagaa rabaa bismi illaahi baa tiri meelahaas salaamta loo gooyeyn maad geyni waa ku xalaal wamaa dubixa calaa nusubi wa an tastaqsimuu wixii laidiin qaybiyo ilaahay idiin qaybiyey garashadii inaad faarisaan yaa laidiinka xaarantay bil aslaami aslaam aad ku raadisaan masalan waxa weeye waxaa rabtaa ilaahay qaybka qaybka isagaa iska leh wuxuu isagu kuu qoondeeyey oo isaga qaybkaas kaaga qaybiyey garan meysha kolkaasaa tiri waxaa ilaahay qaybkaas iigu qadiray oo ii qaybiyo oo ii qoondeeyey iyaan rabaa inaan garto maxaad ku garanaysaa aslaamti aslaamti iminka waxaa loo jeeda weyna noo imaan doonta haddii ilaahay qadiro iminka halkan waxaa loo jeedaa waa saddex qori siday carabta u badnaan jireen ninku wuu iska wadan jiray nin ilo waa iska wataa saddex qori wey qori waxaa ku qoran amaranii rabbi qorina waxaa ku qoran nahaanii rabbi qorin waxba kuma qoran kolka masalan wuxuu rabaaba inuu guursado ama inuu safro ama inuu bacrimishtar galo arrin buu rabaa kolka muxuu samaynayaa arrintaasi waxa ilaahay ugu qaybiyey inay hirgelayso inayna hirgelaynin waa qayb miyuu garanayaa qaybkii buu rabaa oo wixii ilaahay u qaybiyey ah inuu garto aslaamtiibaa kolay bay ku jirtaa yaro waa ruxaya markuu ruxa indhoos qabanaa mid buu soo bixinaya hadday amaranin rabbi ay tahay waa ku dhaqaaqa hadduu kaa soo baxo ilan wixii wuxuu leeyahay wixii ilaahay ii qaybiyey arrintaani waan ogaaday waa inay fiicanta haddii nahaani rabbi oo soo baxdana wuxuu leeyahy haa ilaahay wuxuu ii qaybiyey waxa weeye inaan ka joogo waa ka joogay labadaba waa been ma ogaan karto kii kale waxba ku qornayn baa soo baxay wuu ku celina mar kale wuu ku celina ilaa intay labada kale midkood soo baxay kolka waxa weeyaan wixii qaybka saas oo kale laguma doono haddaad qaybka rabtid wixii ilaahay kuu qoondiy inaad ogaatid haddaad rabtid ilaahay weydiso istikhaaratuku ilaahay tuug laakiin wixii ilaahay ii qaybiyey oo arrintaas sida ay sax ay tahay oo anagu ii fiican ayaan ku garanayaa qoryahaas ma arkaysa qoryahaas waxaa suurooda khayr inaa kuugu jiro kaa hoo joogsada waxaa suurooda inaa shar kuugu jiro ay kuugu ba'an waxba ma kale ogaa
كل كتاس أكل جرجرت تاسن وحاران والذي كحارنتي تاني ما هو حل عناي لكن وحوي استقسامك وحوي يعني معرف طلب معرفة ما قسم الله لك وحي إلهي كوقي بي في الغيب كوقي بي قرسدي باتك لادنيسا محاد كوري لادنيسا هلك إلهي توق استخاره ويدي وعتر الله مني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك لها تضرب وإلهي توق إلهي كوقوة في قلبك ميلا أوله لكن بهاشها سمايا وشرك كاس كومي أغان كرتي وأن تستقسموا إن أدمانت مأركيسا وحي قيبت أعضاءها إلهي كوقي بقرشتي إن طلبتان إن ترادسان يا الذين كحارنتي بالأزلام أزلام أذكر رادسان قريها سأذكر رادسان ذلكم حقيقة نغنيسا ذلكم أيل قرشتي أذكر رادسان فسقه أم ذلكم كينا لصوشي جميع المحرمات أو أيضا لصوشي أغوئذن فسق هو فاسق نمو أنت أمك أيضا لغسوا شيء هذا كل رافضك فاسق بندقنيس فسق بي اليوم مانت يئس قوستين الذين كفروا كفري من دينكم دين كين إيك قوستين مانت إلهي با سبحانه وتعالى مانت أيضا أيسود ليسوي مانت أيضا أيسود ليسي وحوي وحجة الوداع مالين جمعاء وحجد الوداع إلهي وحي وحارنتي وأشيغي كل إسكو مقصنا أرنتي إسكو مقصنا إلهي سبحانه وتعالى مسلمين تي ووعدي كل كمانت الدين كي يكون قوستين وحي وقوستين وحي حلاشة وحي كالبوات كالقراتين وحكلا يكون قوستين وحوي مانت إذن كان ملح بنام التصرف كي إسكله وحي إلهي حلالين فلين كره وحي إلهي حارتين كدهران كره سيدا درادة فلا تخشوه ما كعب سنين كوي كفار تأها واخشوني أنه إغبق أنه كلي إغعب سيدا ما أنت مجرته وحولي واحد كبقي سر ما أنت مجره دين كين وحولي وما أنت حج الوداع أهد وحولي واحد صو حجي ما أنت ومركي كوبا في تاريخ الكعبة النبي الله إبراهيم النبي إسماعيل مركي لسان كدب ومركي كوبات مسلمين كلية إسوا حديث وقال أكو جري ووحت الرعاء عن جري مالين تاسوي كلك مالين تاس قال ذي يعني مأركس الدين تين ويكاقوسوتي كلك ما دام هلك أدقادين أنا يكلي إغبقوا بيمات قال ذاك بقي وكان وقت أركيسان لبتي بات هشي مكة تقشي وات فروتين كل جينا ما انتكو تسرعه اليوم ما انت يعني أكملت وكملي لكم إذنكو دينكم دين كيني أنا دين كملي ما انت دين كيني أنا دين كملي وحي حلالها وحي حرانها كالحدين توضي إيوه إذنك إيوه ما انت مكة فروتي إذنكو تصرف إذنكو له إذنكو وقعان تسر ما انت إذنكو أبليدي وأتممت وأن تامي علي عليكم كركينا نعمتي نعمة إذا ما أنت قلت تامي علي نعمة إذا نعمة فكأي هاشتان وامع ونعمة الإيمان نعمة الإسلام نعمة عزة الإسلام نعمة قوة الإسلام بهاشتان ما أنت هذا هو اللي بجري ويباب وباب أي إيجا ما أنت مركز عزلة كل كوا حوي نعمة ويتعسنا ورضيت وان هذا نقد لكم إذنكم الإسلام ما إسلام كان إذن كراد النقضي دينا دين أهان دين ما هو يبرنجهن دين إسلام كان دين أهان إذن كراد النقضي دين ما هو كلا إذن رال إذن كذن يقول فمن الضر أفكي لدبات قليو في مخمسة قاجي لحدي يسوع كسوع باهي لحدي وقت باهي أو قاجي أجرته يا لو دبات قليو بحيالي عن صامر لإنو عنه ما أركيسا بقتلي أمتي مرقتي أم وحي يو إذن أم خنزيركي أم وحي إلهي غيركي لو قورعي وحي إذا عن صامر نبي وحي بأي داني بادي إنو عنا هديك النفطة كبحيس وحي بأي داني بادي إنك عن صوشي إغني إيا إنو عنا ما هي هديك النفطة كبحيس
فمن الضر قف كي لو دبات غليو في مخمصه باهي دحرد حاله كسوله اسو باهي اي جرت وقت غاجي اي جرت او معلول اي جرت معلول سيده وحي غارسيدي ان وحيالها او دباتو غير متجانف كل حنا غير كي حال او يي قف كاسي الاثم من اثم الا حنا غير كي حال او يي اسو كل كا اثم الا حنا او ما هي انت اسو كف ليد ما ان كلا انو عنا ما انت اسو كف ليد ما انو عنا ان كلا ما تاس لو بري اما ما هو ما هي من كاس وحيالها او باهدي وانو سن اهين من متعدي واحد قد بيو او دد كلا دعايو اما ما هو كورب سفر كيس معصيه اها وحيالها سو اذن لو لو درا ninka sida ahayn oo haddana oo loo dhibaato galiya fa inna allaha ilaahi ghafurun ku dhaafid badan wi rahimun oo naxariista kulka waa loo baneynayaa inta imka laga xaarantay idil iyad u baahatay mid tiirnin dambi u leexanay oo waa maxay intii kulka adigu kugu filayd maahay in kalena cuntid maahay matalan inta kulka nafta aad ku celinaysid ayaa la yiraahdaa culimada qaar ka soo jira inta nafta kulka aad ku celinaysid meel intaas aad ku cunaysaa qaar waxay leeyihiin waad ka dhergi kartaa maadaama aad baahantahay wixii dhergi ka badan iyo xaaraan qaar waxay ku leeyihiin intaad ka dhergi baa qaadan kartaa maadaama jidka aad ogtahay inay dhibaato kale kuu qaabilayso intaas ahaydaad oo aad qaadatay in ka badan laguma ogolo saas inta buu culimadu ay isu khilaafaan ala kulli xaalin ninkaas waa loo ogol yahay waxyaalaha imka la xaarantay dinteenu waxaad ku garanaysaa siday u fududahay u fiican tahay waxyaalaha xaaranta ah kuma jiro ninku dhibaataysan ninka dhibaataysan waxba ka xaaran maaha maadaama gaajo haysa bisuuy waa cunaya wixii uu arko wuu cunaya hadda xoolo nin leeyahay xataa hadduu arko nafteeda oo saas oo kale marka dambe isku maga dhabaya wuu cuna kolka nin naftiisa badbaadinaya waxba ka xaaran noqon maaya naftaa ka horreysa wax kasta يسألونك ويك سؤال النبي محمد ماذا محيبا أحل لهم إذا لو حلالين ما دام وحي لغا حارنتي لو شيغي وعميش كسو بحدي إلهي نو شوكتي وحي لغا حارنتي ما حان لو حلالي ماشي ما نست ما حان لو حلالي يك سؤالي قل له النبي محمد أحل لكم وحل إذن حلالي الطيبات وحي عليه وناسنا إذن بل إذن حلالي وحل وحي وناسنا أو بحد أنصو شيغني أنا نعيه oo nafta aan dhibin la manaafacad ku jiro waa idin xalaal maadaama manaafacad oo ku jiro inta farta lagu fiiqiyo la xaarantayn aana lahayn waa ku xalaal nasha ku soo arooro inuu xalaal yahay inuu ku soo arooro waa isku mid waa ku xalaal ilaahay bis waxaa shardi ah kaliya inuu tayibaad ay yihiin wax manaafacad ay ku jiraan tayibaad ku waxaa loo jeedaa wixii dadka anfacayo wax alla waxaa soo sokomay wax alla wixii aad aragtid oo kusoo fuusaar haddaad rabti inuu xalaal yahay inuu xaaraan yahay haddaad rabti inaad ogaatid haddii qur-aanka oo sheegay inuu xaaran yahay inuu xalaal yahay ama xadiidka oo sheegay inuu xalaal inuu xaaran yahay inuu xalaal yahay wayba cadda intii labada midna maha magaciisa qur-aanka kumi yaal xadiidkana kumi yaal waxaad rabta inuu xaaran yahay inuu xalaal yahay inaad ogaatid hadduu manaafacaad leeyahay hadduu manaafacaad mahay dhibaatoba allahay ama manaafacaadkiisa oo badan yahay waa xalaal waa iska xalaal waa tayibaadku soo kale laakiin hadduu dhibaato lahayn manaafacaad buu usan lahayn ama manaafacaadkiisa dhibaatadiisa ay dhibaatadiisa ay badan tahay markii bulshada lagu sii daayo waa xaraan kolka khawaa'idhi iyo waad kala qaadaysaa ninkii garanaya usul fiqhi ninka akhrisay wuu wada garan karaa nidaamkaas aad buu kala garan karaa isagoo nin weydiin buu garan karaa waxyaalaha qur-aanka lagu cadeynin ama xadiiska lagu cadeynin oo xaaraaj ama xalaash ku kala garan karaa qaacida loo sameeyey qaacidaas ku soconaya waxa weye ahayd waa caam qul uxilla lakum atayibaatu tayibaatku waa laidin xalaaliyay waxyaalaha iminka lagu leeyahy zarciga waa xalaal timirtii waa xalaal xoolaha waa xalaal lagu leeyahay tayibaadka la xalaaliyay iyay mithaal u yihiin intaa keliya maaha طيبات كل شيء وامع كنا كمدة كنا كمدة كنا كمدة لا تأكلوا ووحي منافع عادتك ولا هذه برشيد القصيدة ألا اللي في رن ما برشيد القصيدة معك إيمان أيوة هذه برشيد دبا أيوة حارة هذه برشيد منافعات مكهرس أو منافعات كس أو بري أيوة حلا هذه دبا توجي سنين واحد
قل أحل لكم الطيبات طيبات كوالدين حلالي وما وصيد ما شيء وارث الإذن حلالي علمتم أبو حبرتين أو من الجوارح جوارح ذي الحق لهم معنى لو فصل أو من الجوارح ما أركيسة كوي وارسنية وارسن معنى وحكسبني جوارح إنك حلو بذا كوي وارسنية كل كوحوين وارسنية واحد جوارح لو يري جرح بمعنى كسبب على غاكين ويعلم ما جرحتم بالنهار بمعنى كوي كسبنا جيبي أو إيغو حديرنا جيب حديشين بريهين حديد واكل إيهين كواس ويسوك لها أم من الجوارح من الجراحة بلغة كان أو بحي وحد دعوة إياه بحي وحن نبو الرين إياه بحي وحن نبو الرين إياه لا بد أبو أن كوي أغارسنا جيب اللو جيدا كوي إيغو أغارسنا جيب أو دغاق أها أم شمرت أهوي وما كي وسيد ما شيء واردي سيبا لذين حلاليي علمتم أدو حبرتين كاعد برتين من الجوارح وحي وحدا وعي أم وحي كسبنا يئة وغارسنا يئة إيغا نفتو ذا وغارسنا يئة وكسبنا يئة أم بي هدي يهين شبال هدو يهي لباح هدو يهي قرق يعني ما تماركيسا شمبرهان كلا بحل كان شمبرهان كلا وغارسة ذكا متا ويفر بدين أصومالي وبدين هاي بالك سقر يقول لي هذا ما أركي سكو وقارس كوا سوحي سو وقارس ذان وإذن حلال لكن سي حلال كل يوم كواس بس كم حلال يمين وحوي إلى هي وحويلي مقلبين حال آتين مقلبين حال آتين كوي إبنالي أما كوا وارسنا كي ادبنا مكلب واحد الإرادة مؤدب الكلب منك إيه ادبيا الإرادة أسأل كيس إما كان المحال وما العاوي مؤدب الجوارح وحيالها سوء وارسنا إذا الوحي ادبيا يا مكلب الإرادة لاتك غيك ليهين وحوي إيه بس والله برا سيد أو وارسنا يا الله برا شغال كساس أوكرا لباح ساس أوكرا شمرك غور غور كا أما ما إيه يعني ما أردت قليرك أوكرا وحيا لاس أوكرا وحال برا وحبال برا وحال برا سيد المركة وحو قبانا يو أو صنو عني يا الله برا وحال برا مركة اللي دير يسلو أدرم وحال برا مركة اللي جو جينا يسلو أدرم يا الله برا وحال برا مركو قبنا يسوق وقبته يا الله برا إنه سميش فوجين يوحي على فرمضان وحصل برا كل كشقة عين كاس أو كلاء من كسب كم صباح كر تتبع يقان أو شقة عس بتخصصي دت كاس وحي إبيا يا الله ربا لكن هذا قام دت كاس إيه هذا ترى أي بلية هي أنا وعشة شيء قدر أي وحقوق قبض وحارة المرة دتك آدو يقانو أي قال إنه أدبتي قاتي ما أركيسة شمر كان إنه أدبتي قاتي هب كي لغرب إنه قصة أرى دتك يقيني مركي تربية يا أو سلاس أي قدرة أو هب كي لو تربية أو وحقوق قبض مركاسي حلالته نيف بكو قبتي ايه واتربيه شي دكاسه تربيه وادرتي صغارو بكو قبتي واوتر صغار دو بختسي او نفكو جري واسكو سوا قادنسا واكو حلال ها ايه بكو قبتي بعيد ولو يو كو قبتي واسكو سوا قادنسا واكو حلال معايا لي وحا تببري دكي كو تخصصي با تببري تببركينا حبكي او اوها مخلاف كاسوي حدي أن قف ساس أكله تببر ووحوم أشكر قبته أتكو قاد حدا نفهم قاد دميان حديك الكو حلال ما حديك الكو حلال ما شين برهدوي حديك الكو حلال ما وحوم قبته واحد ونبع هذا كو حلال ما إن نفتك قاد دميان حدا بنين ساس أكله لكن من ساس لوغي قانو وح تببر أبا تببر لكن تببر كسي لا تببر بالخلافة كل كان كو حلال ما إنه نفسك قاعدين معه
waxaa sharti ah inuu qofka tababaran yahay qof aad u yaqaan eegan inuu tababartay dugaagan inuu tababartay oo tababarkii dhabta ah ee sharciga islaamku waafaqsanaa inuu maanta markiisa ku tababartay dadkaas waa inay tababaraan oo yaqaaneen ay ku yidhaahdaan waa saas waa fiican yahay kan kale markuu saa u tababar tababarkii sidaas loo tababari waa inuu ka khilaafay kolka wamaa callamtum min aljawaarixidaasi wixii idinku aada waxbartaan oo kuwa ugaarsanaya ka mid aada waxbartaan waxaad la rabaa markaad waxbaraysaan inaad mukallibiintiin kuwa lagu yaqaano ugaadha kuwa tarbiyaaya kuwa edbiyo mukallibiin inaad tihiin bal sifadaas haddaan idinka haynin oo tidhaahdaan anaa iyadeeda xukumanahay anaa ugaadha iyo dugaagaan shibraha anaa xukumanahay anaa iska dirdirsanaya aad tidhaahda kuma jirto bishardi waa inaad mukallib tahay mukallib yacni waa mu'addib iljawaarix nin yaqaano kii aada u kalgaranaya inuu edibta qaatiy in kal kaasaa shardi ah haddii kale kuu xalaal ma aha maxaa yeele hadduuna qumaanti u edubin isagaa gowra isagaa dishi haddii intuu qumaanti ebarti u bartay laakiin khilaafana isagaa dishi meeshan waxaad rabay inu adigu wax kuu dili oo middi oo kuu noqdo middidaadii ay inuu kuu noqdaa la rabay kolka haddiiba aanad qumaanti u tababaranin middi kuuma ah haddii intuu qumaanti loo tababaro laakiin khilaafana middidaadii ma aha oo isagaa shaqaystay kolka labadaa midna lama rabo kolka kaas oo kale waa kuu xalaal wamaa shay callamtum wasaydu maa callamtum oo min aljawaarix oo waxyaalaha wax dhaawaca ama waxyaalaha kasbada oo ugaarsada ka mid ah wixii aad saas oo kale u bartaan saydkooduna waa laidin xalaalay mukallibiina xaalo aad tihiin kuwa ugaarsanaya kuwa edbiyo xaalo aad tihiin oo inay edbiyaan lagu yaqaano idinkoo awey yacni mu'addib iljawaarix oo idilba mukallib la yidhaha waxaa eygii lagu soo qaatay mu'addib ulkalbi buu asalkeeda ahaa kolka waa la iska camyeelay maxaa yeelay erabta caynkaas oo kale waxaa la baraa eyga ugu badan kolkaasaa magacii laga soo qaatay tucallimuuna xaad aad baraysaan hunna jawaarixdaasi mimaa callamakum allah wixii ilaah idin baray idinka oo baray meesha cajaa'ibba ku jirta feer yacni waxa weeye iminka dugaagaad arkaysidee wax cuna oo miciyaha leh iyo shimbirahaas ugaarsadee wax cuno oo ma arkaysaa iyagoo miciyaha leh oo bahashii le cidiyaha leh wixii iyaad irad baraysa waa wax lala yaabo wey wuxuu kuley ka aad baraysaan waa wax ilaahay idinku idin baray wey shimbirka aan afgaranayn dugaaga aan afgaranayn iyaad ka dhigaysaa mid ku afgarta iyaad ka dhigaysaa mid ku adeeca waa xeelad ilaahay idin baray wey waa xeelad ilaahay idinku hanuuniyey wey ee kuwaasi waxyaalihii aad tiqiineen aada ugu gudbin karta ee kolka iyuna ay idinka yeeli karaan kolka waxa weeyaan waa arin ilaahay uun laga heli karo wey waxaa lagu tusinayaa wax bani aadamka iskiis u samaysan karo inaynan ahayn iskiis uma samaysan karo dugaagaan aad arkaysid ood edbisidoo ku maqlaya oo haddaa dirtina dirmayo haddaad joojisina joojinayo inuu wax cunin aada baraysid ee sidaas oo kale ah waxa weeye ilaahay baa xeeladahaas ku baray aada usoo gudbinaysid oo kaa qaadanayo ilaahay baa ku baray maaha si kale kuma yeeli kartay tucallimuunahunna xaalo aada baraysan jawaarixdaasi mimaa callamakum allah ilaahay wuxuu idiin baray oo xiyaash xeeladahaas oo kale ah aada ma arkaysa aada baraysan xeeladihii aad bartay aad taqiineen iyaad u gudbinaysaan oo sidiibuu samaynaya sidii buu samaynayaa shalayna dugaag buu ahaa dadku cuno ama xoolaha cuno ah maantana halkaasoo maraya kolka haddii heerka ay gaadho fakuluu cuna mimaa shay cuna amsakna ay qabtaan jawaarixdaasi calaykum ay biajirkum korkiina ayuu qabtaan cuna wixii idinku dartiina ayuu qabtaan cuna waa maxay idinku edbiyi baad yaad dirteen waxba kamay cuni waxba kamay cuni kolka idinku dartiina ayuu qabteen laakiin hadday wax ka cunaan ma aha wixii idinku dartiina ayuu qabtaan cuna wadkuru isma allaahi ilaahay magaciisa xusa calayhi calayhi damiirka xagga u noqonaya calayhi ay maa callamtum waxaa idinku aada waxbaraysaan maaga maa callamtum min aljawaarixi maaga jawaarixi aada waxbaraysaan korkiisa magaciisa korkiisa magaca ilaahay ku xusa oo markaad diraysaan bismillaahi dhahaa markaad gowracayso bismillahi ma tiraahdeen iminkan waa midadaadii aad diraysay oo kale markaad diraysa bismillaahi dhah
او اول غري ما ظهر ام واحد واحد عرس ما امسكنا لسك اذكر اسم الله عليه على ما امسكنا عليكم وحي قبطان كركيسا مركيسا كاس مغا الهي كوس مركي اي بختيان اي ميجه كدلان او اختك ثاني عنيسان مركا بسم الله يدها مركاس بسم الله يدها كل ام كل كور بسم الله يدها ادريسا ام واحد اي قبطان مركا عنيسان بسم الله يدها لما يقول مغا الهي بالا ربا لكن waxa loo bariyay sida ahadiista ay sheegayso alayhi in loo celiyo ma xalamto waxa adireysay wixii adireysay jawaar markaa adireysa la yiraahdo bismillaah kulka xaqoro u celi wattaqullaaha ilaahi ka'absu innallaaha ilaahi sari'ul hisaabi xisaabkiisa ki odigdig bariyay wallahu subhanahu wa ta'ala alam.